تركيز أكثر على الخطط الأمنية الخاصة بحماية العاصمة بغداد خلال احتفالات رأس سنة الميلادية. ينضم معنا عبر الهاتف الناطق باسم مديرية شرطة بغداد العقيد نبراس علي. مرحبا بك سيادة العقيد، هل ممكن أن تحدثنا أكثر عن إجراءاتكم الأمنية خلال أعياد رأس السنة الميلادية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية لجنابك وتحية مسائية أيضا لكل مشاهدي قناة الرشيد. بالبداية نبارك للأخوة المسيحيين أعياد رأس السنة الميلادية، ونبارك لشعبنا بمناسبة العام الجديد. بالحقيقة شرعت قيادة شرطة محافظة بغداد التي تعتبر من أحد المفاصل المهمة في وزارة الداخلية على تطبيق الخطة الأمنية الموضوعة لحماية المواطنين أيام أعياد الميلاد، وذلك بمنع العناصر الإرهابية والعصابات الخارجة عن القانون من التعرض للمواطنين في فترة الاحتفالات، وأيضا هنالك انتشار مكثف وصدرت أوامر بدخول القطاعات في حالة انذار لحماية الكنائس ودور العبادة خلال إقامة الصلاة بمناسبة رأس السنة، حيث تم نشر القطاعات في المناطق التي فيها الكنائس والأديرة، وأيضا تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية الساندة مثل المرور والنجدة والدفاع المدني، وأيضا خصوصا بعد رفع السيطرات وتسهيل مرور المواطنين وتنفس العاصمة من جديد نظرا للوضع الأمني الجيد، ولا ننسى الاعتماد الكبير على الأجهزة الاستخباراتية التي تم نشرها بالقرب من الكنائس ودور العبادة. إن شاء الله نأمل أن تسري الخطة وفق ما معد لها وأن تمضي الاحتفالات بكل أمان ومحبة وسلام. نعم، طيب سيادة العقيد، نعم. يعني هل سيكون هنالك قطع للشوارع أم يعني حظر لبعض الدراجات للسيارات؟ هل ستكون هنالك أماكن مخصصة لتواجد الشرطة وأيضا القوات الأمنية؟ هنالك الخطة مرنة وفق تتغير وفق متطلبات الموقف. نرى أن هناك عند حصول أي كثافة للأخوة المواطنين أيام الاحتفالات يكون هناك تأمين تشديد الإجراءات الأمنية، وأيضا هنالك بعض الخطط البديلة أيضا سوف يتم تطبيقها عند، يعني لن يكون هنالك قطع للشوارع بعد فتحها. نعم، ولكن هنالك أكدنا على الانتشار الكبير لعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى يعني في محيط الاحتفالات، و إن شاء الله سوف تسري هذه الاحتفالات وتكون مميزة عن باقي السنين السابقة. نأمل بالعام المقبل إن شاء الله أن يكون عام أمن وأمان. نطمن الأخوة المواطنين أن وزارة الداخلية وقيادة شرطة محافظة بغداد بإشراف من قبل السيد القائد سوف تكون الدرع الواقي إن شاء الله لحماية المواطنين، وأن يؤدوا طقوسهم بكل أريحية، وإن شاء الله يكون الاحتفالات ويعمل أمن والسلام والمحبة. نعم، طيب هل سيكون هنالك افتتاح لساحة الاحتفالات بعد، خصوصا بعد افتتاح المنطقة الخضراء ما يقارب 15 عاما على إغلاقها؟ يعني الكثير من الشباب لا يعلمون ما هي المنطقة الخضراء ولا يعرفون أيضا أين تقع ساحة الاحتفالات، هل سيكون للمواطن إمكانية في دخوله ساحة الاحتفالات؟ بالحقيقة كانت رؤية ومشروع السيد القائد العام للقوات المسلحة وبجهود مباركة وخطوات مباركة بفتح الشارع الرئيسي لمنطقة الخضراء، وأوعد بأنه إن شاء الله سوف تفتح أكثر المناطق السياحية التي كانت مغلقة بعد أحداث عام 2003. ننتظر كوزارة الداخلية التعليمات والأوامر التي تصدر لنا من قبل الجهات العليا بفتح باقي الأماكن الترفيهية والمتنزهات. هنالك خطة أيضا هذا اليوم تم افتتاح برج بغداد اللي يقع في منطقة المنصور، وإن شاء الله هو الذي يعتبر كمعلم من معالم الحضارية والترفيهية للعاصمة الحبيبة بغداد. خطة السيد القائد العام للقوات المسلحة إن شاء الله سوف يكون بالأيام القادمة أنه هنالك فتح لأكثر المراكز الترفيهية، ونحن ننتظر الأوامر والتحقيقات لتطبيقها إن شاء الله. عقيد، يعني هل سيكون هنالك تضييق أمني على المواطن خلال الاحتفالات أم أن خطتكم ستنفذ بسهولة ومرونة على المواطنين؟
بالحقيقة احنا لا ننسى يعني، وخاصة في الفترة الأخيرة لوزارة الداخلية كان لها القرب الشديد من المواطن، ولا ننسى أيضا دور المواطن في تنفيذ الأوامر التي تصدر من قبل رجال الأمن ومساعدة رجل الشرطة. احنا نظهر أنه مواطن يعني هدفنا أنه يكون المواطن بحرية وسلاسة ويحتفل وفق نظاميا ووفق ما معد له ووفق الأعراف، ولكن عند رصد أي حالة تؤدي إلى المساس بأمن المواطن والإزعاج للمواطن سوف نتدخل، ولكن هنالك حرية كاملة لكافة الأخوة المواطنين. ندعوهم من خلال منبركم، منبر قناة الرشيد، هذه القناة المباركة، أن الابتعاد عن كل ما يسيء لهذه الاحتفالية. مثل نعم. طيب طيب أستاذ نبراس، يعني كيف ستحدون من الزحامات التي تكون خصوصا في مثل هكذا أيام؟ يعني أنت تعلم أنه الزوراء وأيضا أماكن كثيرة ستكون هنالك زحامات شديدة، كيف ستحدون من تلك الزحامات؟ تم توجيه عناصرنا أنه بمساعدة رجال المرور الأبطال بإيجاد الطرق البديلة، نعم، التي تم وخاصة بعد فتح السيطرات بالآونة الأخيرة من قبل قيادة عمليات بغداد بتوجيه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة بإيجاد، نعم، وهنالك أيضا بطرق بديلة موجودة خاصة في الجهة المحاذية للزوراء، هنالك طرق بديلة سوف تفتح وتكون هنالك إرشادات من قبل رجال المرور والقوات الأمنية بسلك هذا الطريق لتخفيف الزخم عن هذه المتنزهات. رسالة أحب أن أوجهها إذا أمكن تعطيني بعض الدقائق، رسالة أحب أن أوجهها لكافة المواطنين. إحنا دعينا دائما بكل احتفالات الابتعاد عن الحالات التي تؤثر عن على الاحتفالات مثل إطلاق الألعاب النارية بشكل غير انتظامي أو ما شابه ذلك. نعم. يجب التقيد وإن كان هناك إطلاق نار ولكن بفضاءات، وحتى لا تؤثر على المواطنين نأمل أن تسير الاحتفالات وبأجواء محبة وعدم حصول أي حادث لا سمح الله. جميعنا نتمنى ذلك. الناطق باسم مديرية شرطة بغداد العقيد نبراس علي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.